مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اورجانيك مع حساسين. الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن السمنه ومشاكلها وازاي نتخلص منها عن طريق المنتجات الطبيعيه، كمان اتكلمنا عن الشعر والتهاب المفاصل ووجع العظام، وامبارح اتكلمنا عن العقم عند الرجال، والنهارده هنتكلم عن العقم عند النساء. كمان عندنا فقره مميزه جدا كلنا بنستناها، بنت او سيده، كمان بعض الرجال اللي بتهتم ببشرتها بشعرها بمظهرها الصحي. عندنا وصفات طبيعية سهلة وبسيطة ممكن نعملها عن طريق البيت. نطلع إعلان ونرجع لكم مرة تانية. مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية وبرنامج أورجانيك مع حساسين. خلينا نرحب بالدكتور دكتور سعيد حساسين، الصيدلي وخبير الأعشاب الطبية في مصر والوطن العربي. دكتور برحب بيك من جديد. أهلا بك يا أستاذة بجمهورك في مصر وفي الدول العربية وفي كل العالم. أهلا بك يا دكتور. دكتور إحنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن العقم عند الرجال وأسباب العقم عند الرجال والحل عن طريق المنتجات الطبيعية. خلينا النهاردة نتكلم في حلقتنا في البداية عن العقم عند النساء وطريقة العلاج برضه بالمنتجات الطبيعية. شكرا ليكي. اتفقنا امبارح وقلنا ان تاخر الانجاب او العقم بيبقى بسبب حاجه من حاجتين، يا الراجل يا الست. فالنهارده قلنا ان الراجل عنده حيوان منوي والست عندها بويضه. التقاء الحيوان المنوي بالبويضه معناها خلاص بتتم عمليه الحمل او عمليه التلقيح. وقلنا امبارح ان اهم حاجه عند الراجل هو عدد وحركه الحيوان المنوي. قلنا الحيوانات المنويه لازم يبقى عدد لا يقل عن 20 مليون والحركه لا تقل عن 50%. في واحد يجي يقول لك انا عندي عدد حيوانات منويه 20 مليون بس مشكله ان الحركه زيرو. قلنا ان الحيوان المنوي بيبقى موجود في الحته دي والبويضه بتبقى موجوده في المكان ده، لازم الحيوان المنوي يمشي المسافه دي كلها عشان يقدر يخش جوه البويضه ويحصل التلقيح. طيب لو الحيوان المنوي مفيش حركه يبقى هيحصل عندنا مشكله، مش هيحصل تلقيح خالص. عشان كده اتفقنا امبارح وقلنا التركيبه اللي احنا عملناها، قلنا العسل عليه غذاء ملكات وحبوب اللقاح وطلع النخل وجنين القمح والبذور اللي احنا قلناها امبارح في حلقه امبارح، اللي مش متابعها يروح على صفحتنا على اليوتيوب هيلاقي الوصفه وهياخدها معاه ثلاث مرات في اليوم لمده من 3 لـ6 شهور، ده هتزود عدد وحركه الحمل. ده بالنسبه للراجل. طب بالنسبه للست، قلنا اسباب العقم عند السيدات او تاخر الانجاب عند السيدات وفقا للامريكان اكاديمي فور فاميلي فيزيشن او الاكاديميه الامريكيه لطب الاسره، قالوا عندنا مشاكل كتير عند الست. يمكن الراجل المشكله الوحيده اللي عنده هو الحيوان المنوي عدده وحركته، انما الست عندك اكتر من مشكله. اول مشكله مشكله تبقى في الاباضه. ايه الاباضه دي؟ هي العمليه اللي بتغادر بيها البويضه من المبيض الى الرحم عشان يحصل التلقيح. تمام. دي بتبقى فيها مشكله عند غالبيه الستات، ولما بتحصل مشكله في الاباضه ديت بيحصل بتزيد حالات عدم حدوث الحمل. يبقى دي اول مشكله. تاني مشكله بقى في الجهاز التناسلي بتاع الست نفسها، قناه فالوب، عنق الرحم، المبايض، بطانه الرحم المهاجره، كل الامراض النفسيه تؤثر بشكل كامل على عمليه التبويض عند الست. يبقى احنا قلنا الحاله النفسيه مهمه جدا، الامراض السرطانيه بتاثر على التبويض، العلاج بتاع السرطان بيأثر على التبويض، التدخين وشرب الخمر. النهارده الستات ما شاء الله لما تعدي كده على كافيه ولا حاجه بتلاقي ماسكين الشاشة والله اكبر، يعني طلعوا دخان ايه بيخبط في السقف. فبرضه لازم تكونوا عارفين ان الست اللي مدخنه هي فرصه حدوث الحمل ليها، وخاصه لو كانت لسه متزوجه صعبه. يعني لازم تكونوا عارفين ده. يبقى شرب المخدرات والتدخين من ضمن الحاجات المؤثره على الـ 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 الحمل. قلنا امراض السرطانات، قلنا التعرض للاشعاع، قلنا الست اللي هي دخلت فوق ال 40 سنه اللي هو بدات الانتاج البويضات بتاعتها ايه. كل دي امراض، وانا دايما اقول ان دي اسباب يشخصها الطبيب وليس انا كصيدلي او متخصص في علاج الاعشاب. دي الامراض اللي يشخصها الطبيب. انا لما يجي لي حد وتقول لي انا ما عنديش مش قادره اخلف، اقول له انت السبب ايه؟ تقول لي ما اعرفش، اقول له روح اكشفي واعمل لي اشعه البزنيه، روح للدكتور بتاعك متخصص في امراض النساء. عشان كده بنقول يا جماعه ما هوش شطاره اي حد يجي اقول له خد كذا ومع السلامه. التشخيص هو ثلاث ارباع العلاج. ثلاث ارباع العلاج هو التشخيص الصح. يعني لو انت جيتي قلتي في واحد يقول لك انا عندي مغص في بطني، فاديله اي حاجه للمغص وخلاص. لا، هو عنده ايه؟ مشكله في الكبد، مشكله في القولون، مشكله في المريء، مشكله فين؟ التشخيص الصح هو العلاج الصح، والتشخيص الخاطئ هو العلاج الخاطئ. يعني حضرتك قبل ما توصف الوصفه ليها بتعتمد الاول على التحاليل والتشخيص؟ طبعا. تقول الدكتور قال لي انا مثلا عندي تكيسات على المبايض، اقول لها وصفه للتكيسات. انا جايب لك كام وصفه النهارده؟ كل حاجه ليها وصفه. هنقولها بالظبط، يعني هنقول وصفات للستات اللي هي الاسباب الرئيسيه اللي تؤدي الى تاخر الانجاب عند السيدات.
هنبدا بتكيسات المبايض. تكيسات المبايض احنا قلنا في اكتر من مرض يؤدي الى العقم عند السيدات او تاخر الانجاب عند السيدات. تكيسات المبايض انا هقول الوصفه: ينسون وشمر وهندباء وخردل وقرفه. خمس حاجات: ينسون وشمر وهندباء وخردل وقرفه، كميات متساويه، بنحطهم في برطمان ونطحنهم كويس، وناخد منهم معلقه على كوبايه ميه مغليه نشربها ثلاث مرات بعد الاكل. دي يبقى اول وصفه قلناها لكم لتكيسات المبايض. ثاني حاجه: علاج خلل الهرموني داخل الست، الاف اس اتش والال اتش والبرولاكتين، كل الهرمونات دي بيبقى عندها خلل، لازم التحليل برده عشان ابقى عارف ان المشكله فين. ولكن علاج عام للهرمونات: مرمريه وشمر وينسون وهندباء. مرمريه وشمر وينسون وهندباء، هندباء بريه اسمها كده، بتجيبيهم برده وتطحنيهم في برطمان وتاخديهم على كوبايه ميه مغليه تشربيها ثلاث مرات بعد الاكل. دي وصفه للايه؟ لعلاج الهرمونات. طيب بطانه الرحم المهاجره: جرجير، بقدونس، حبه البركه، شمر، نعناع، مرمريه. ست حاجات. تاني: جرجير، بقدونس، حبه البركه، شمر، نعناع، مرمريه، برضو كميات متساويه، نحطهم في برطمان ناخد منهم معلقه ونشربها ثلاث مرات قبل الاكل. استاذنك يا دكتور بس هو واحده واحده عشان المشاهدين اكيد دلوقتي قاعدين بيكتبوا. انا عايز مش بيلحق يصور حضرتك فيديو بيكتب ورا حضرتك. انا لا بقول الوصفات دي كلها موجوده على صفحتنا على اليوتيوب. انا بس بحاول اقول، والحلقه بتتعاد تقريبا في نفس القناه المحترمه ديك الساعه 9 الصبح او 10 الصبح تقريبا. 9 الصبح. يقدر يتابع الحلقه تاني وياخد منها. موجود على صفحة القناة، موجود على صفحتنا على الفيسبوك، صفحتنا على اليوتيوب، وشغالة صفحتنا على اليوتيوب. طب دكتور خليني أسألك، الحاجات الطبيعية حضرتك مركبها برضو بتتباع كلها على بعضها برضو؟ بالظبط. عندنا التركيبات دي تقول لك أنا عندي مشكلة عايزة تنشيط مبايض، هقول لها مثلا تنشيط مبايض هتجيب لي سمسم وحلبة وحب العزيز وحب الرشاد وينسون. أقولهم براحة تاني؟ ماشي. سمسم وحلبة وحب العزيز وحب الرشاد وينسون. خمس حاجات. بتجيب منهم كميات متساويه، يعني وليكن 100 جرام من كل نوع. ده عشان تنشيط المبايض، دي مهمه جدا. لان غالبيه الستات بتاخد حاجات منشطه. في لو في ستات فاسلينة تجيب الحاجات دي التركيبه موجوده. حب الرشاد ينسون. انا بقول لها ليه على الهواء؟ عشان لو واحد فقير زي حالاتي يقدر ياخد الوصفه ويشتريها من عند اي عطار. حد مبسوط زي حضرتك ومعاه فلوس كتير او بستسهل؟ لا انا مش مبسوطه، انا بستسهل. اوكي. الاقي التركيبه جاهزه؟ التركيبه عندنا جاهزه في 16022. ماشي. هتروح لهم كل مشاكل التبويض او العقم عند السيدات هياخدوها، هيتصلوا على الكول سنتر هتقول انا عندي مشكله، انا عندي فريق طبي اللي بيرد على التليفون. ايوه. هتقول له انا عندي مشكله، او على صفحتنا على الفيسبوك. هتقول انا عندي مشكله في التبويض وعايزه اعشاب تنشط المبايض، انا عندي بطانه رقم الرحم المهاجره، انا عندي مش عارف ايه. هتجي لها الوصفه لحد عندها لحد بيتها. وعاملين برده خصومات بمناسبه احنا النهارده بنتكلم عن التنشيط المبايض والعقم عند السيدات. اقول لك بقى الوصفه النهارده بقى اللي احنا نعملها على الهواء، عشان الحقيقه انا جالي من امبارح التليفون اللي هو جالنا بتاع ترهلات. يبقى فاكره طب ممكن قبل وصفه الترهلات ناخد اتصال؟ ناخد معانا هبه من اسوان. هبه اتفضلي. ازيك يا دكتور سعيد؟ ازيك يا هبه؟ ازيك عامل ايه؟ انت عامله ايه؟ انا ليا زمان نفسي اكلمك والله، سبحان الله ربنا يرد العربية. انت ليكي شهور عايزه تكلميني وانا ليا سنين عايزه اكلمك يا هبه صدقيني. والله ده انا بادئه كل يوم ربنا ان يديني الركبه بتاعت في الليله، بقول يا رب نفسي اكلم الدكتور سعيد. انت منين يا هبه؟ اسوان. انا من اسوان، من محافظة اسوان مركزية. اجدع ناس اسوان، بحب الاسوانيين كلهم رجال وستات، اجدع ناس. بارك الله فيك يا ملك الاعشاب، يعني جزاك كل خير، انت ما شاء الله عاد اشهر من نار على العلب. حبيبتي يا هبه ربنا يخليكي. قولي عايزه اقول ايه؟ ايوه انا 110. 110؟ اه 110 نفسي اخف. عندك كام سنه يا هبه؟ ايه؟ عندك كام سنه؟ 33 سنه. وطولك قد ايه؟ نفسي اخف يا دكتور، ما كنتش كده، كان وزني كان 85 اول ما اتجوزت وخلفت، بقي 110 وزني بتاعي، يعني ايه ثابت مش راضي ينزل. طب طولك قد ايه يا هبه؟ طولك قد ايه؟ الطول بتاعي 157. يعني كده عامله زي القنبله وانت ماشيه كده. ايوه هو كده. حتى جوزي دايما بيتشكل معايا يقول لي خس خس نفسي. كتر خير جوزك برضه 110 كيلو، ده تقطمي ظهره يعني، كتر خير الراجل. والله صح، ادفع بدري بدري. طيب بصي يا هبه، سيبي تليفونك عشان دمك الخفيف ده، وعشان انا بحب اسوان. الله يخليك. بالله بالله عليك يا دكتور، بالله عليك وحياة عز، ما عندك كلمني نفسك كلمني. ما انا بكلمك اهو يا بت، اكلمك تاني فين؟ هبعت لك. خد الرقم عشان انا
خد الرقم هبعت لك الشاي، اخليك تروح الفرع بتاعنا في اسوان تاخد الشاي هديه مني ليك، ايه رايك؟ عشان الله يخليك يا ريت. حاضر عيني. والراجل ناصح شويه ما مدينيش فلوس اخس، عايز اخس من الهواء. الراجل كمان ناصح؟ ما ده جوه جوه حصل. ربنا يخليه لك ويخليك له. عايز اخس ومش عايز يدفع. لا يدفع المره دي، يقولوا الدكتور هيدفع اول مره بس انت هتدفع بعد كده، مش هو اللي هيستفيد وانا اللي هستفيد. المره دي عندك ومراجعه عليه هو. صح كده، سلمي لي عليه وسيبي تليفونك، خد تليفوني على بعد اذنك. هنبعتها فرع اسوان تاخد الشاي ده مننا الهبه. شكرا يا هبه. خلي بالك الناس بتوع اسوان دول اجدع ناس. الدكتور علي عبد كان رئيس المجلس ايام ما كنت انا نائب. من 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 اكثر الناس المحترمه والمؤدبه واللي دمها خفيف، والستات والرجاله اسوانيين يعني بصي الجدعانه اللي في العالم كله تلاقيها في اسوان بصراحه، سواء كانت ست او راجل. يعني ربنا يكرمهم، انا بحب اسوان جدا يعني. بصراحه دكتور انت فيك ميزه يعني، خليني اقولها لك برضو. لا مش بجاملك بس عشان احنا على الهواء، عشان حضرتك يعني اللي هو مش مستني تكون نائب عشان تخدم الناس او تساعد الناس او تعمل حاجه تكون مشكور فيها، لا كمان حتى بعد ما حضرتك بقيت نائب سوري بقيت يعني مش نائب لا برضه بتساعد سابق. الناس وبتفيد الناس. الحمد لله. الحمد لله يا استاذ. مش مرتبط ببوزيشن معين يعني، خليني اقول لك كده. شكرا لذوقك وبصراحه تحرجيني بذوقك. لا لا دكتور شكرا ليك انت. امبارح كانت حد اتصل بينا وعايز وصفه لترهلات البطن. عايز اقول لك ان ترهلات البطن دي من ضمن من 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 اكتر المشاكل اللي بتواجه الستات. بصي يعني انا مثلا لو بيجي لي مثلا 20 اتصال 50 اتصال 100 اتصال على الفيسبوك مثلا، بيجي لي 1000 واحد في اليوم، تلاقي لو الستات بيتكلموا عن التخسيس تلاقي من ال 1000 دول 950 واحده مشكلتها في البطن وترهلات البطن. ودي اصعب دهون بتنزل يعني. خلي بالك بتحتاج شغل جامد، بتحتاج محاربه من الست نفسها. بس احنا عندنا غالبيه الستات القعده في البيت بقت صعبه. الست ما بقتش كمان يعني زمان، الست كانت بتنزل وتروح تجيب الخضار وترجع وتجيب اللحمه وترجع ومش عارف تروح تجيب عيش وترجع. النهارده بقت الست قاعده في البيت ده بالريموت، ده حتى التكييف بالريموت والتلفزيون بالريموت والمروحه بالريموت والغساله بالريموت والثلاجه بالريموت، حاجه صعبه، والنور بالريموت والاكل يعني بالتكاوي بالتليفون. برافو عليك. القعده قاعده صعبه قوي القعده دي، ومشكله ان القعده دي بالذات هي بتاثر على عضلات البطن كمان يعني. وتفضل قاعده، ممكن تفضل قاعده كده وقاعده مشغله التلفزيون في قاعده فتره طويله بنفس الشكل ده، فبيؤثر على تركيبه وشكل البطن نفسها يعني. عشان كده بنقول لكل الستات لو انت تقعدي تتفرجي على التلفزيون تقعدي مثلا ربع ساعه نص ساعه وتريحي على جنبك وتريحي على يعني تفضلي تغيري وضعك في القعده. مش انت قاعده كده زي ما انا قاعد كده ساعتين ثلاثه خمسه قدام التلفزيون، صعب. عشان كده بنقول الحركه مهمه جدا. تمارين البطن، انا عايز تمرين واحد بس الست تعمله، اللي هي بتنام على ظهرها كده وتحط ايديها وبترفع رجليها لحد بطنها كده اهو لحد صدرها وترجعها. ده تمرين عادي خالص، او تخش على النت على الانترنت وتكتب تمارين البطن لتخسيس تمارين البطن نفسها اللي بتخسس البطن وتشد ترهلات، هتلاقي 100 تمرين. اعملي اسهل تمرين ليكي عشان خاطر يبقى الوصفه بتاعتنا تجيب معاك نتيجه. اوعي تفهمي ان الاعشاب بتاعتنا لوحدها من غير رياضه ومن غير ان تظبطي اكلك هتجيب نتيجه. انا بقول لك اهو انا عندي الاعشاب وعايزك تيجي تشتري من عندي وتشغليني واشغلك، ولكن انا بقول لك لو مش هتعملي التمارين دي ما تاخديش ووفري فلوس. الاعشاب بيجيب نتيجه والحركه كمان. برافو عليك. احنا معانا ام جنى. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ الدكتور معاكي، اتفضلي. ازيك يا ام جنى؟ لو سمحت يا دكتور سعيد. نعم. حضرتك قلت الوصفات بسرعه 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 بسرعه، انا ما لحقتش اكتب حاجه. الاول طمنيني على جنى الاول. هنادى تاني. جنى عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. سلمي لي عليها. جنى عندها كام سنه؟ سنه اولى ابتدائي. الله ربنا يخليها لك يا رب. طب عايزه الوصفه ليه؟ ما انت عندك جنى اهو. ممكن تكون بتشتكي من حاجه. جنى ومروان. ربنا يخليهم لك. عايز تخلفي تاني ولا ايه؟ عايزه تلتهم طبعا يعني، جوزي عايز تلتهم. تلتيهم؟ ما كفايه اتنين حلوين يا ام جنى. الرجاله الصعايده بقى بيحبوا الاولاد. الصعايده عايزين 10 اولاد لكل واحد. الوصفه اللي هي بتاعت الهرمونات حضرتك انا ما كتبتهاش. حالا هدي ورقه وقلم بس معايا. وصفه كسل الموبايل، فرشه الموبايل، لو سمحت بالله عليك يعني تقل على الموضوع ده. هتقل. هاتي ورقه وقلم. معاك ورقه وقلم ولا لا الاول؟ معايا. طيب يلا كده كده هنعيد الوصفات مره ثانيه يا دكتور. حاضر. ماشي هعيد الوصفات. شكرا يا ام جنى. شكرا يا ام. ربنا يخلي لك جنى يا رب ان شاء الله، وتكبر كده جنى وتبقى عروسه ان شاء الله وتتجوز وتخلف 10 يا ام جنى يعني. خلي بالك من جنى بس اهم حاجه.
طيب نرجع لكلامنا مره ثانيه ان التمرين فمن غير تمارين من غير تمارين ومن غير ومن غير حركة. مشي وحركه وبتاع مفيش اي نتيجه. عشان كده احنا قلنا عندنا ثلاث انواع نوعين ثلاث انواع بيستخدموا للتخسيس. عندنا شاي للجسم كله وشاي للبطن وكريم عشان يشد الترهلات ويخسس البطن. ده مهم جدا ودي ده الكريم ده اللي انا عامله دلوقتي على انا جربت شاي البطن على فكره خسسك صح؟ لا هو ما لحقش يخسسني بس حلو. ان شاء الله يجيب معاك نتيجه. ده الكريم اللي احنا نعمله النهارده على الهواء عشان الست كلمتنا امبارح احنا قلنا هو بس يعني مسته في طعمه حلو انا وفي نفس الوقت ممكن اخده في اي وقت. هو مسته ان اخده في اي وقت بصراحه ومسته ان هو طعمه وريحته كويسه اعشاب طبيعيه جدا. فده عشان كده بقول وعلى فكره يا دكتور بيريح المعده طبعًا. انا حسيت بكده حسيت ان في راحه في المعده. أيوة يعني بص في نعناع النعناع ده اللي انت لما بتلاقي عندك مغص ولا حاجه او نفخ في البطن لا ريحني ريح معدتي كده شويه ده هيريح لي معدتك وبيريح النفسيه كمان. يعني النعناع دايما بيهدي الاعصاب والله العظيم كويس. ده حاجه كويسه. قلنا عندنا الشاي بتاع التخسيس هتتسع 19 زيت 22 طبق او تخسيس البطن او كريم اللي انا وريته لك كلها هعمله لك على الهواء دلوقتي. طيب كريم الترطب مكوناتنا بقى في السريع عشان نلحق نعمل عشان احنا عندنا وصفه تاني جامده جدا. احنا طبعا عندنا في وصفه للبشره والشعر النهارده حلقتنا وصفه للبشره وفي وصفه تاني واحده قالت لي انا لما بروح وشي بيبقى شاحب ومقشف وبتاع وحاجات زي كده وعايزه وشي الدم يبق منه فانا هعمل لك وصفه النهارده يحمر الخدود بالاعشاب الطبيعيه وفي نفس الوقت كعب الرجل. زمان كانت ست الله يرحمها كانت كنت اشوف كعب رجل ست الله يرحمها كان بيبقى بيبق دم الغزال بالظبط اسمه دم الغزال دم الغزال بس هو بتعمليه ازاي بقى التركيبه انا هعملها لك دلوقتي على الهواء. هيبقى فيها دم الغزال؟ هيبقى فيها دم الغزال. طيب معلش انت حبايبك كتير حبايبك كتير ربنا يخليهم يا رب. الو سلمى الو اتفضلي دكتور. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انا بتابع حضرتك من زمان جدا ربنا يخليك يا سلمى يا رب حبيبتي. كان معاك الدكتور محمد كان بيطلع مع حضرتك الله يرحمه ويسامحه الله يرحمه ويسامحه يا رب يرحمه ويسامحه يا رب والحكمه دي على خير يا رب يا رب. منين يا سلمى؟ ايه انت منين؟ انا من اسماعيليه. اجدع ناس اسماعيليه. بتاكلي مانجا ولا لسه المانجا ما طلعتش؟ ربنا يخليك. ايه بقولك بتاكلي مانجا ولا لسه المانجا ما طلعتش عندكم؟ لا لسه والله. يلا تاكليها بالسلامه ان شاء الله. امور يا سلمى. حضرتك انا عندي كذا مشكله. قولي لي. اولا انا وزني 52 حلو ومش بزيد عن 52 وبعد 48 عمري ما بوصل يعني ازيد من كده نحافه يعني ماشي. وعندي خرثومه في المعده والتهابات في المعده. حلو ماشي. واكلي ضعيف جدا حضرتك ما تاكلش. اكيد طبعا لازم اكلك ضعيف. عندي كام سنه سلمى؟ عندي 21. 21 سنه. اتجوزتي يا بنت ولا لسه؟ متجوزه. طيب ماشي. تلاقيك مطلعه عين جوزك طبعا. بطنك وجعك على طول. لا حضرتك لا. طيب ماشي انا هقول لك على وصفات دلوقتي حالا دلوقتي وهديها لك كمان هديه مني ليك اول مره كده عشان تاخديها وبعد كده تشتريها. خلي جوزك يدفع. شكرا خد تليفون عقد. النحافه برضو موضوع خلي بالك صعب جدا. يعني دايما الناس بتتكلم عن التخسيس ولكن مشكله النحافه بتبقى اصعب من التخسيس. دايما الست النحيفه عندها مشكله رهيبه. وبرده احد اسباب الطلاق عند السيدات اللي هي النحافه بتلاقي الست مع النحيفه دايما جوزها ما بتتخنيش مش عارف ما فيكيش وفيك الكلام وبيعملوا عادات غلط جدا يا دكتور. برافو عليكم. ان هم بياخدوا فاتح شهيه بيعمل لهم كورتيزون وميه تحت الجلد وده من اكبر الغلط اللي بيأثر على العظام. وهي عندها مشكله مشكلتين لازم يتحلوا قبل ما تعالج النحافه اللي هي جرثومه المعده والتهابات المعده. جرثومه المعده دي خلي بالك ما هو يعني تقريبا يعني انا قريت كنت بحث قالوا ان 70% من سكان الشرق الاوسط اللي هو زي حالاتنا كده عندهم جرثومه المعده. جرثومه المعده دي صعبه جدا وعلاجها بالدواء عايز اقول لك رهيب. يعني اللي بياخد علاج جرثومه المعده بالدواء بالدواء اعراضه رهيبه فعلا. يعني لما بياخد علاج بيتقطع بطنه بيموت. فانا خليني اتكلم بكره عن جرثومه المعده والتهابات بس احنا عندنا وصفه كامله جاهزه لالتهابات المعده وجرثومه المعده. طيب هبعتها لك يا سلمى ناخدها لمده شهر ولا حاجه وبعد كده نبدا ناخد حاجه تاني تتخنك خليكي تتخني يعني وزنها يزيد. ما تخلينا نعمل وصفه بقى عشان خاطر. طب احنا بكره يا سلمى ان شاء الله هنتكلم على جرثومه المعده والتهابات المعده. اسمعينا بكره بقى يا سلمى بس هي تاخد الوصفه النهارده. تمام. ترهلات البطن يا جماعه
هنعمل لكم وصفه لتهرات يعني هقول بالراحه وهعمل وصفه بالراحه جدا وانتوا قاعدين قدامي. تمام. يعني معلش انا هتعب المخرجه الجميله بتاعتنا النهارده. طبعا طبق فاضي اهو مفيش اي حاجه، ده اللي هعمل فيه الوصفه. وصفتي عايزه 2 معلقه كريم مرطب، ده كريم عادي مرطب. هو في حاجه اسمها كريم بيز عندنا او تجيبي ده اسمه كريم بيز. كريم بيز ده كريم سك كريم، يعني هو الكريم ده ما عملوش اي حاجه خالص، ده اسمه سك كريم، ده اللي احنا بنعمل عليه التركيبات اللي هي انت شايفاها المرايم الموجوده دي. ده اسمه كريم بيز او تجيب كريم مرطب. احنا بنتكلم على حاجه تكون عندك كريم مرطب. هنجيب معلقتين، ادي معلقه اهي وادي معلقه ثانيه. اوكي طبعا عشان دي معلقه صغيره هنحط كل الكريم اللي عندنا اهو. ده الكريم المرطب، يبقى معلقتين كريم مرطب دي اول حاجه في الوصفه عندنا. 3 معالق جليسرين، ده الجليسرين اهو، 3 معالق جليسرين. انتوا عارفين طبعا الجليسرين كويس اهو. ثلاث معالق جليسرين. صح، فريق الاعداد تعب معايا النهارده، ربنا يكرمهم يا رب ويخليهم لي ويخلصني منهم بسرعه كده. تحط الجليسرين على كريم المرطب وتجيبي 3 معالق زيت زيتون. ده زيت الزيتون، احنا عندنا زيت زيتون حساسين اهو. ده زيت الزيتون اللي قلت لحضرتك ان انا هاخده منك على طول، قلت لي خديه بكره. ادي 3 معالق اهم تقريبا اهو، بس احنا خدنا منهم 3 معالق بس. ماشي ماشي اوكي، 3 معالق بس يا دكتور. خدتهم 3 معالق زيت زيتون ونقلب كل حاجه نحطها نقلب. كل حاجه نحطها نقلب، كل حاجه نحطها نقلب. طيب لو معانا تليفون ناخده دكتور. ماشي اه يعني واحنا بنعمل الوصفه ممكن ناخد تليفوناتنا عادي. اوكي الو هدير. الو اتفضلي يا هدير. الو اتفضلي. الو وصفه تبييض البشره. تبييض البشره هقولها النهارده حالا دلوقتي هعملها لك على الهوا ان شاء الله. وكنت معلش مزيل العرق، عايزه وصفه مزيل العرق لل وصفه لمزيل العرق. مزيل العرق حاضر. عيني ليكي، شكرا يا هدير. في اسئله تانيه يا هدير؟ شكرا. كفايه هدير معاها سؤال السؤالين. يبقى ثلاث معالق زيت زيتون وناخد معلقه ميه ورد. ومعلقه ميه الورد دي بتخلي الريحه جميله. ميه ورد اهو وبتنقي البشره بس كمان. برافو عليكي. بس احنا بنستخدمها برضو عشان لما تحط الكريم على بطنها يبقى ريحته حلوه. ما يبقاش ريحه الكريم نفسه وحش. ميه الورد جميله جدا يعني. ميه الورد انصح كل ست ان هي مثلا تجيب ميه الورد دي تحطها عندها بطنه كده تمسح وشها وتحت الابط كده وبتاع ده. عارفه مجرد مسح بميه الورد تخلي الريحه جميله جدا. عشان تعرف الصيف بقى وجع قلبه. بقى قلنا معلقة ميه ورد، يبقى معلقتين كريم مرطب وثلاث معالق جليسرين وثلاث معالق زيت زيتون ومعلقه ميه ورد وعصير نص ليمونه. اي نص ليمونه. نص ليمونه. طبعا هم جايبينها لي بالبذر الله يبارك لهم فريق الاعداد ربنا يخلصنا منه. ده نص ليمون اهو هحطها اهو. اوكي ونقلب كده. انت عملت الكريم في بيتك من غير وجع قلب ومن غير ما تدفع فلوس. الغلابه اللي زي حالاتي هيعملوه في ثواني وهيبقى عامل وحاجات بسيطه وسهله. برافو عليكي. ده الكريم اهو يا جماعه اتعمل اهو خلاص. مخرج الجميل اهو. معلقتين كريم مرطب، 3 معالق جريسلين، 3 معالق زيت زيتون، معلقه ميه ورد، نص ليمونه. تمام. وعشيشه فين؟ لا لسه اهو. ده يا جماعه الكريم بتاعنا اهو. اوكي هتدهني بيه بقى حضرتك. هتدهني بيه حضرتك بطنك كويس قوي. وتجيبي الورق اللي هم بيلفوا بيه الجبن اللي هو اللي بيسموه ستريتش، ده اللي بيسموه ستريتش كده. ستريتش وتروح لفه بيه بطنك على الاخر. تلفيه لف جامد يعني، لف يعني مش لف مايع. لف جامد يبقى شادد بطنك ولفتين ثلاثه كده. وتلبسي لبسك عليه. تقولي عايزه تروحي شغلك روحي، عايزه تقعدي في بيتك اقعدي، عايزه تنامي نامي، عايزه تصحي تخرج بيه عادي. تخرجي بيه عادي خالص. هتلف الاسترتش مش هيبان. او تجيب اللي هو الحزام بتاع البطن. طب ده طب لمده قد ايه يا دكتور على البطن؟ الاسترتش انا عايزه تسيبه مثلا ساعتين ثلاثه بعد دهن الكريم. وبعد كده قبل ما تنام تحطه. ممكن تنام بيه. اوكي ممكن نستخدم الوصفه اكتر من مره في اليوم. الصبح وبالليل. الصبح وبالليل. احنا عايزين نستخدمها الصبح وبالليل. دي وصفتنا النهارده ترهلات البطن. عشان تعمليها تاني قلنا معلقتين كريم مرطب بالراحه اهو، 3 معالق جليسرين، 3 معالق زيت زيتون، معلقه ميه ورد، عصير نص ليمون. دي ابسط وصفه واسهل وصفه وتجيب نتائج عاليه. هتستخدمها قد ايه؟ مش اقل من شهرين ثلاثه.
مش واحده تروح عامله الوصفه تروح حطها تصحى الصبح تقول لك بص بطني زي ما هي. احنا قلنا اقل حاجه قبل كده في اي علاج 3 شهور، من 3 شهور ل 6 شهور مش مسكن. يعني انت مش واحده عايزه تخس بطنها، بطنها بقى لها 20 سنه قد كده هتخس في اسبوع؟ مستحيل. يبقى دجل وشعوذه ونصب لحد قال الكلام ده. احنا يا جدعان محتاجين وقت عشان يجيب معانا. طيب عايزين نعرف بقى ايه المنتج البديل للوصفه، المنتج الطبيعي؟ احنا عندنا كريم اهو، هو ده الكريم نفس الكريم بالظبط كده. اه هتدهن بيه برده وهتلف الاسترتش والكلام ده الصبح. احنا بنقول الوصفه اللي عايز تعملها في بيتها تعملها، اللي عايز تاخدها تاخدها، صح ولا غلط؟ اهو الكريم اهو. حطيت الزيتون 3 معالق 100 100. اصل فريق العادات بيقول لي زيت الزيتون، قلت حطيت زيت الزيتون والله. ادي زيت الزيتون، كلنا بنتكلم عن زيت الزيتون، كله عايز زيت الزيتون. احنا قلنا الوصفه معانا وصفه بعد كده، خلينا طب ناخد فاصل نجيب الوصفه الثانيه. طيب احنا هناخد بس تليفون وبعد كده هنطلع فاصل ونشوف الوصفه الثانيه. احنا تحت امرك. الو الو، حاجه ام عبد الرحمن. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا ام عبد الرحمن؟ والله منور يا شيخ يا دكتور. والله انت اللي منوره. والله يخليك دكتور. انا عندي سؤالين. عيني. دلوقتي انا عندي كعب رجلي على طول بحط له كريمات وانواع من الصيدليه يعني الغاليه كده، بس برضو على طول تشققات فيه. خشن. الخشن وتشققات، يعني هو ناعم من قدام ومن ورا، خشن جدا في تشققات. مهما اعمل بالحجر بكل حاجه مفيش فايده. لسه بقى بحكي عن جدتي يا ام عبد الرحمن، كان كعب رجليها ناعم زي الحرير وما شاء الله واحمر زي الدم. طب ممكن اسال سؤال تاني يا دكتور؟ يلا. طب يا دكتور انا وزني 83 كويس وطولي 156 كويس. عايزه تخسي؟ عايزه اخسي بس انا عندي دوالي في رجليا، فطبعا القرفه الجنزبيل الحاجات دي. انت عندك كام سنه يا ام عبد الرحمن؟ عندي 30. لسه صغيره على كل الامراض دي، وما عندكيش ضغط ولا سكر ولا حاجه كمان؟ لا انا كان معلش يا دكتور، كان حصل لي موضوع جلطه قبل كده بس الحمد لله خفيت. الحمد لله. ربنا يشفيك يا رب يا حبيبتي. ان شاء الله اقول لك وصفات دلوقتي سهله ان شاء الله للدوالي ولوزنك ولكعب رجلك ان شاء الله. شكرا يا ام عبد الرحمن. عايزك بس الناس اللي كعب رجليها غالبيه الناس بتوضوا وبيصلوا وبتاع، فدايما ان تسيب الميه على كعب رجليها هو ده اللي سبب التشققات بتاع القدم كعب الرجل. فانا عايز بعد كده يا ام عبد الرحمن لما تيجي تتوضي او تغسلي رجلك او تاخدي شاور حاجه، نشفي كعب رجلك كويس. وعايزك كل يوم صبح وظهر وليل تغسلي رجلك كويس وتنشفيها كويس، وتجيبي لي معلقتين جليسرين عليهم نص ليمونه زي دي كده، معلقتين جليسرين عليهم نص ليمونه، وتفضلي تدعكي في كعب رجلك صبح وظهر وليل لمده على الاقل اسبوع. هينعم كعب رجلك، هيخليه زي الحرير. بس خلي بالك ان وجود اي حاجه تشققات بسيطه جدا او جفاف في كعب الرجل، بمجرد انك تسيب عليه ميه بتتوغل الميه فبتموت الجلد. فانت لازم تخلي بالك ان كتر الميه بتعمل مشكله. في ناس يقول لك اصل انا كعب رجلي متشقق فتغسل رجليها كل شويه، فوقت يغسلوا رجليهم ويسيبوها. فالميه بتتوغل على السطح اللي هو الحته الصغيره دي، التشققات الصغيره دي، وتروح مموته الجلد ده، فالجلد ده يموت فتعمل اللي هي بتقول عليه ده. بالنسبه للدوالي يبقى جليسرين على ليمون. عندنا كريم للدوالي هديهولها هشرحه لك دلوقتي، بس خلينا ناخد فاصل طبعا عشان طيب الوصفه أوكي. التانيه. طيب احنا قبل ما نطلع فاصل انا عايزه بس افكركم للحصول على المنتجات 16022 بالاضافه للارقام الظاهره على الشاشه. هنطلع فاصل نرجع لكم تاني. رجعنا لكم مرة تانية مع دكتور سعيد حساسين الصيدلي وخبير الأعشاب الطبية في مصر والوطن العربي. بفكركم للحصول على المنتجات 16022. طيب احنا قبل الفاصل خلصنا كده وصفة وفضل لنا وصفات. احنا دلوقتي هنعمل وصفة التنت للشفايف وللبشرة والخدود. والخدود اوكي. التنت ده اللي هو مورد الخدود والشفايف. يعني انا عايز ابعدكم بقدر المستطاع على انك تروح تجيبي حاجه تحطيها على بشرتك فتبوظ بشرتك. انت عايزه شفايفك تبقى حمراء، عايزه خدودك تبقى حمراء، انا اعملها لك ببساطه شديده جدا خالص. معلقتين ميه ورد، رشه صغيره بودر بتاع دم الغزال، رشه بص على عود كبريت كده، ومعلقه جليسرين. ثلاث حاجات اهم، معلقتين ميه ورد، رشه صغيره دم الغزال بودره كده، ومعلقه جليسرين. هعملها لكم اهو وهوريها لكم تستخدموها ازاي. طيب عشان ينفع قبل بس ما أوكي. نعملها هناخد مكالمه. ماشي ناخد. ام محمد من اسماعيليه. الو
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، اتفضلي. انا عايزه اكلم الدكتور. الدكتور معاكي، اتفضلي. معاك يا ام محمد، انا حطيتك جدعان يا جماعه مع علاقه الجلسه. انا وزني 77 كيلو، ابغى صفوني بالزنجبيل والقرفه. كم؟ انا وزني 77، ابغى صفوني بالزنجبيل والقرفه، يعني دي حلوه مش حلوه؟ وزنها 70 كيلو وعايزه حاجه للانتفاخ. هي وزنها 70 للانتفاخ؟ كيلو وعايزه حاجه للانتفاخ. انت مش للانتفاخ ده حاجه، قالت انتفاخ. للانتفاخ يا اسماء. ايوه قالت انتفاخ. طيب حاضر. الزنجبيل والقرفه. ده بتقولي القرفه؟ حاجه غير الجنزبيل والقرفه، يستخدم الجنزبيل والقرفه وعايز حاجه ثانيه. هتجيب النعناع وكراوي وشمر وينسون. تاني شكرا ليكي. شكرا يا محمد. نعناع كراوي شمر ينسون. دي لالتهابات المعده وانتفاخات المعده. نعناع كراوي شمر ينسون، مفيش ولا جنزبيل ولا قرفه. الاربع حاجات دول تجيبي منهم 100 جرام من كل نوع، تطحنيهم كويس، تحطيهم في برطمان، تاخدي معلقه كوبايه ميه مغليه زي دي وتشربها 3 مرات قبل الاكل. احنا حطينا دلوقتي معلقتين ميه ورد وحطينا معلقه جليسرين وهنحط رشه دم غزال. بصي يعني حاجه ايه، ولا الهوا يعني، انت فاهمه يعني ولا الهوا يعني؟ يعني بصي ربنا يستر علينا بس عشان الحاجات دي. انا اول مره اشوف دم الغزال الطبيعي ده. بالظبط، انا دايما بشوفه بقى كده. بالظبط كده، احنا حاطين رشه دم الغزال. يبقى معلقتين ميه ورد يا جماعه، وربع معلقه دم، رشه دم الغزال صغيره قوي، ومعلقه جليسرين بس خلاص. وقلبت دي هتبقى الايه اللي هو التنت اللي هو الخدود والشفايف. طب لو عايزين اهو دي التركيبه بتاعتنا ايه. ايوه بص يا باينه كده، ما تخليها كده باينه اهو احسن. كده صح كده، لان عملتها كده لو اتدلقت هتدينا بدايه. طيب نعمل ايه بقى؟ عايز اقول لك ان احنا ممكن نجيب البليه الدوره دي ونجيب سرنجه، واخد بالك كده بقى دلوقتي كيفيه الاستخدام. برافو عليك، احنا خلاص عملنا التركيب اهو. هجيب السرنجه اهو. اوكي. و بحط اهو في البليه الدوره دي كده. اوكي. واقفلها كده اهو. اوكي. واروح عامل كده عشان بس ايه ما نزلش كتير. اوكي. وثابته بقى يا دكتور؟ بصي بقى ثابته. بصي بقى خفيفه، مش هتبين ان انت حاطه حاجه. في نفس الوقت هتحمر الايه البشره. طب ثابته لقد ايه كده؟ يعني انا مثلا فريق العدد هم كانوا بيعملوها بيعكوا، فلقيت لك بقى ايه دي العيال حمراء وعالي دي حمراء والعيال بقى وشهم بقى احمر وبتاع. فانت لما تيجي تحطي حبه صغيره بدي هتديك اللون الاحمر اللي انت عايزاه ده، بس ما هواش هيبقى باين على بشرتك، يعني مش هيبان على البشره ان انت بيور خالص وطبيعيه. كانك طبيعيه 100%. بص هنا لو حطيت اهو، بص حبه، بص ايديا، بص بقى ايديا بقت احمر اهي حمرا، وفي نفس الوقت تحس ان هي طبيعيه. طب بيفضل قد ايه يا دكتور في البشره؟ هو بصي يعني 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 بيفضل وقت طويل، 4 5 ساعات مش بيروح يعني. وسهل كمان نحط شنطتنا ونستخدمه في اي وقت. عايزاه اتقل من كده بتزود الجليسرين. بالظبط. يعني لو انا عايزه اتقل من كده زود الجليسرين. معانا جيهان. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا دكتور سعيد؟ دكتور ازيك يا هانم؟ الله يسلمك، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ منور والله. والله انت اللي منوره. الله يخليك يا دكتور. دكتور انا بنزل اروح الشغل الصبح. بصي طبعا الشمس شمس حارقة جدا. حارقة صحيح. فكنت عايزة حاجة يا دكتور بعد إذنك، حاجة يعني زي صن بلوك حاجة كده على واقد الشمس. هدولك والله. حاضر. تمام. مش عايزة صن بلوك أو حاجة واقد الشمس. حاجة بدل صن بلوك. زي صن بلوك. شكرا ليك يا أستاذة. شكرا يا جيهان. خلي بالك، بصي أنا عايز بس الكاميرا تيجي معلش على إيدي، أنا عارف إن أستاذ أحمد ولا أستاذ محمد. طيب. حسب. لا استاذ عزم، شايفين التن؟ بصوا يا جماعه، بصوا اهو، بصوا ايديا بدات تحمر اهي، وتحس ان هي طبيعيه، تمسحيها ما تمسحهاش موجوده. ليه؟ لان لما بيروحوا يشتروا التنت من بره ب 50 وب 100 جنيه وب 200 جنيه وب 300 جنيه مش عارفين مصدره ايه. بالظبط يا جماعه، ميه ورد وجليسرين ورش دم غزال صغيره. طب لو عايزاه جاهز عندنا جاهز. طب للستات بقى، للست اللي هي كانت كعب رجليها ام عبد الرحمن، هنجيب كريم بيز اهو، كريم بس. ده قلنا الكريم البيز اللي هو الكريم الايه؟ سك كريم من عندنا موجود منه في المحلات. حلو. وهنجيب رشه صغيره دم غزال. عايزين بس نفهم المشاهدين سك كريم يعني ما عليهوش اي اضافات ثانيه. بالظبط. هناخد معلقه جليسرين على الكريم بس الاول اهو عشان القشف والحاجات بتاعه الرجل، ونقلبه كويس ومعلش من غير ما
ونقلبه اهو يا جماعه. الكريم مع الجليسرين اهو، قلبت معلقه الجليسرين مع علبه الكريم. بص بقى مع ايه؟ مع بصي هبابه، سموها هبابه، هبابه الدم غزال ده كده او كده كده. طيب واحنا بنوصف بس هناخد التليفون. ماشي ناخد براحتنا. الو سهير. ايوه معاك سهير من الفيوم. ازيك يا سهير؟ اتفضل يا سهير. الحمد لله. بقول لحضرتك يا دكتور، كنت عاوزه حاجه يعني زي الصبغه بتاع الشعر، يعني حاجات طبيعيه للشعر. صبغه للشعر طبيعيه صح كده؟ عيني. ايه؟ حاضر. ماشي يا دكتور. شكرا. صبغه للشعر طبيعيه. احنا عندنا على فكره كريم اسمه جود باي وايت هير، بالمناسبه انا والله جايبه معايا بالصدفه النهارده. اي سؤال تاني يا مدام سهير؟ انا عندنا كريم يا استاذه اسمه جود باي وايت هير. اتصل قطع. شكرا. عندنا كريم اسمه جود باي وايت هير. ده ايه؟ احط بس تاني عشان ايه؟ حمر كعب الرجل يخليه. بصي عايز اقول لك بقى ايه، بيتاكل اكل يعني. بعد ما تحط الكريم ده دكتور، معلش عفوا، ده ماسك البشره صح؟ لا ده كريم ممكن تحطيه لبشرتك لو واحده تقول لي انا مش عايزه. هو ده اللي بيحمر الخدود بالظبط. وممكن تحطيه لكعب رجليكي. وممكن تحطيه في اي مكان انت عايزه تحمريه. حلو كده؟ واخده بالك؟ ده كريم بقى. حلو دكتور، معلش ممكن بس تشيلي الاطباق دي؟ نعم. الاطباق الصغيره بس عشان الطبق يظهر في الكاميرا. ماشي. بصراحه فريق الاعداد تعب معايا النهارده الحقيقه. ربنا يكرمهم عقل، والله تعب. الله يبارك لك عقل انت وفريق الاعداد بتاعك. ده الكريم. بص يا استاذه. الو. ده الكريم، قلنا ده كريم، وكنت بتكلم على الكريم الجود باي اللي هو ده. الو ده. ام ندى. ام ندى اتصلت اكتر من مره، معلش يا دكتور بجد. مش من غير ما تزعل. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ الدكتور معاكي، اتفضلي. معاك يا ام ندى. ايوه دكتور. ايوه انا سني 68 سنه. 68 سنة وطوله 150 كويس، ووزني 77، بس عندي الأرداف والبطن يا دكتور عايز لها حل. حاضر. 68 سنة عندك؟ أيوة إن شاء الله. ربنا يديك الصحة. حاضر. أقول لك وصفة حالا دلوقتي يا أم ندى. بشكرك. الله يخليك. شكرا يا حبيبتي. عملنا الكريم يا أستاذة أهو بعد إذن سعادتك. بقى كريم، كريم أهو شكله أهو كده. ده كريم عشان يحمر الخدود، يحمر الشفايف، واخده بالك، والكعب الرجلين. ناخد برضو حته صغيره كده من الكريم اهو، وهندهنا كده مثلا. ممكن كمان نحطها في الكوع. برافو عليك. في الكوع. برافو. اي مكان، انا قلت لك اي مكان انت عايزه. حابه بص انا خدت ايه زي ما بيقولوا حبه صغيره خالص 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 خالص. بصي اهو، تفضلي تعملي فيه كده عشان تحسي ان هو طبيعي بعد كده، ما هوش ايه. عايزه بقى انت تتقلي بقى اللون الاحمر، تتقليه براحتك. في ستات يقول لك ايه، انا عايزه عشان ما يحسش ان انا حاطه حاجه الراجل، يحس ان انا طبيعيه محمره. محمره ازاي طيب؟ انت كنت امبارح مش محمره، انت احمرت يوم وليله. واخد بالك؟ بصي اهو همسحه. بصي هيبان. بصي الحمار بتاع ايدي، شايف ايدي احمر ازاي بعد ما مسحته؟ شايف الحمار شكله عامل ازاي؟ ده بقى نحطه على كعب الرجل. اوكي. وباين طبيعي كمان، انا شايفه اكتر من من الكاميرا، باين طبيعي. بالظبط كده. بص كده معلش الكاميرا اهي، حتى مهما تمسحي هيبان بقى ان ايديكي شكلها طبيعيه واللون احمر. ده بقى لما بتحط في الخدود عند الست وعلى الشفايف وعلى كعب الرجل، ده بيرطب كعب الرجل. وفي نفس الوقت وهو الكريم اهو عندي اهو جاهز اهو، سهل جدا عملناه وبسيط جدا ومش عايز اي حاجه. كريم سك او وتحط عليه رشه معلقة جليسين صغيره. بص صباعي عامل ازاي من الحته اللي انا خدتها اهو. انا بس عايزه افكر مشاهدينا بحاجه، ان التركيبات، ان عفوا، ان الوصفات دي ليها بديل، ليها بديل تركيبات موجوده للناس اللي بتشتغل او الناس اللي بتستسهل ومش بتعرف تعمل وصفات. ايوه برافو عليك. تقدر تتصل على 16022، هتاخد التركيبات دي جاهزه. بس احنا بنحاول نعملها للناس اللي ما عندهاش امكانيات تشتري، بنعملها برضو في البيت تقدر تشتريها. وفي ناس قليله يا دكتور، مش حكايه امكانيات، في ناس فعلا مش فاضيه، يعني شوف خمس دقائق مش فاضيه تروح تشتري وتعمل الوصفه. بس انا بقول الحاجه الطبيعيه اللي بتتعمل، سواء كنت هتشتري من عندنا هي طبيعيه بالظبط، سواء انت هتعملها في بيتك هي طبيعيه. بس المشكله ان بيروحوا يشتروا حاجات غاليه وفي نفس الوقت ما تعرفيش تركيبها، وحاجات فيها كيميكالز. الكيميكالز بيأثر على البشره. معانا فاطمه. الو فاطمه اتفضلي. الو. الو اتفضلي يا فاطمه. ايوه لو سمحت ممكن اكلم دكتور سعيد؟ الدكتور معاكي. تمام. ازيك يا دكتور سعيد؟ ازيك يا فاطمه؟ الو. ازيك يا فاطمه؟ انا سامعك. الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ انا سعيده جدا اني كلمت حضرتك. وانا سعيد كمان. منور والله الشاشه يا دكتور. حبيبتي يا فاطمه ربنا يخليكي. ربنا يخليك يا دكتور. بعد اذن حضرتك بس استفسار، انا دلوقتي شعري جاف خالص.
حلو. وما بيطولش خالص يا دكتور، وبيسقط بطوله بطريقه فظيعه جدا. كم سنه عمرك؟ القشره طبعا يا دكتور. انا عندي 31 سنه. 31 سنه بدا يا وفي قشره؟ نعم يا دكتور. في قشره؟ اه جدا يا دكتور، القشره مش عارفه لها بصراحه حل، وبستخدم شامبوهات كتير ومفيش حاجه جايبه معايا نتيجه. ماشي. ما هي اصلا اوريدي في شامبوهات بتطلع القشره طبعا. اه يعني في شامبوهات. ممكن بس يا دكتور وصفه بس من حضرتك او منتج من عند حضرتك ان انا استخدمه بس. حاضر. تمام. حاضر. فاطمة. شكرا. شكرا. حاجه توقف بس التساقط ده يا دكتور، لان الصراحه تعبت الصراحه من موضوع التساقط ده. تساقط. حاضر 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 حاضر. شكرا يا فاطمه. نرد على فاطمه ولا نكمل؟ فاطمه هنجيب زيت جاجوبا وزيت املك، دي وصفه لصوت الشعر وقشره الشعر. زيت جاجوبا وزيت املك وزيت سمسم وزيت جرجير وزيت زيتون وعليهم زيت صبار عشان خاطر قشره الشعر، وهتغسل شعرها بشامبو بالعسل من عندنا احنا قلنا قبل كده. وحضرتك تشطفي لي شعرك، بتجيبي كوبايه شفشق ميه كده ولا لتر ميه وتحطي عليه معلقتين خل، تقلبيهم كويس وتروح شطفه يوم شعرك بعد عشان القشره. برافو عليك. تغسلي شعرك الاول وبعدين تغسليه بالشامبو وبعدين تحطي الزيت ده. شهر هتلاقي شعرك بقى زي الفل. تستخدميها لمده 3 شهور عشان ما يرجعش شعرك يسقط تاني. وممكن بدل الوصفه نستخدم ريتاج، ينفع؟ طبعا ريتاج طبعا. طيب الدوالي كانت حد برضه سالتنا قبل الدوالي. قبل الدوالي معلش يا دكتور، انت حبيبك من الاقصر كتير. معانا حنان من الاقصر. وعليكم السلام. استاذه حنان معلش ممكن استاذنك بس توطي التلفزيون عشان تسمعينا؟ دكتور لو سمحتي. تمام الدكتور معاكي بس وطي التلفزيون. ازيك يا حنان؟ خلاص ماشي. الو يا دكتور. ازيك يا حنان؟ الله يخليك. ايه عامله كويس؟ انا انت ايه عامله؟ انا كويس الحمد لله. انت ايه عامله كويسه؟ والله الحمد لله. ممكن اسال تطويل الشعر وتنعيمه؟ عناية ليك. اللي جنبك عايزين يطولوا برضو، الزحمه اللي عندك دي في البيت دي. ها فصل. شكرا يا حنين. نرجع تاني الوصفه تاني. ما هي الوصفه بتاعت الشعر، بتاع صوت الشعر وتطويله وتنعيمه. قلنا يا جماعه زيت جاجوبا وزيت املج، املج مش املج، في ناس بتفكر املج. زيت جاجوبا وزيت املج وزيت سمسم وزيت جرجير وزيت زيتون وزيت صبار لو في قشره. 5 انواع زيوت دول يا حنونه هيريحوا. وهي كمان عايزه تطول شعرها. اه طبيعي ازاي؟ اه شايفاه. بصي الصباع بقى طبيعي ازاي؟ انا قلت احمر. بصي حمر وحلاوه زي ما بيقول. وهي عايزه كمان تطول شعرها، فعندنا كمان لطول الشعر. عندنا زيت الريتاج. دي للحصان. وعندنا جامبو بالعسل، وعندنا زيت دي للحصان عشان خاطر يطول شعرها. طيب احنا الدوالي بقى معلقتين شوفان، معلقتين شوفان في كوبايه ميه قد دي كده، واغليها على النار لمده 15 دقيقة، واحط عليها معلقتين زنجبيل مطحون للدوالي، معلقتين خل تفاح، وثلاث معالق زيت زيتون. ثلاث معالق ايه؟ زيت زيتون. واقلبهم كويس قوي، وادهن بيهم الدوالي الصبح وبالليل، وادهن بيهم من تحت لفوق، واحط رجليا دايما ما بقاش موطي، بيبقى عاليه لما تيجي تنام تحطها على مخده عاليه كده. واحنا عندنا كريم للدوالي تقريبا كده صح كده يا شباب؟ اه كريم للدوالي. طيب دكتور احنا ممكن سان بلوك ده نتكلم عن الكريم بسرعه، لان انا المفروض اختم حالا. حالا هو كريم الدوالي اهو. هو بس عندنا كريم الدوالي ده. ده مش هو ده؟ طيب اهو للدوالي اسمه ارتراج. اوكي ده كريم للدوالي اهو. انا قلت لك الوصفه. وده الكريم جاهز للدوالي، تديني بيها الصبح وبالليل ان شاء الله باذن الله، وخلال شهر او شهرين او ثلاثه هتلاقي الدوالي بدات تروح. لان برضه الدوالي دي مشكله كبيره جدا، بتسبب مشكله عند الستات. مجرد ما تظهر الدوالي في رجليها بتقول لك انا رجليها مش عاجباني، مش عاجبك جوزي، وجع القلب ده. احنا كان عندنا وصفه ثانيه للبشره بس خلينا نعملها بكره. احنا بكره عايزين نعرف بقى حلقتنا ايه بكره كده يا دكتور. هنعمل وصفات عامه وهنعمل تركيبات برضه على الهواء. طيب صح كده؟ تمام. اه ده كريم. وهنتكلم عن جرثومه المعده. مشاهدينا للاسف حلقتنا خلصت النهارده. برنامج اورجانيك محسسين. قبل ما اختم بس عايزه افكركم للحصول على المنتجات الطبيعيه اتصلوا على 16022 بالاضافه للارقام الظاهره على الشاشه. اشوفكم بكره الساعه 4. شكرا.